حادث تصادم بالطريق الإقليمي بالشرقية. خبر بيقول تلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية اخطار بوقوع تصادم بين أتوبيس وسيارة نقل بالطريق الإقليمي بمركز بلبيس. نتج عن هذا الحادث المروع إصابة 14 شخص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد. انتقلت على الفور قوات الشرطة إلى الموقع الحادث، حيث أشرفت على نقل المصابين بسيارات الإسعاف المستشفى بلبيس المركزي لعلاجهم ورفع آثار الحادث تسيير الحركة المرورية. وتم إخطار النيابة طاولة التحقيق وقررت تكثيف تحريات المباحث حول الواقعة للتأكد عما إذا كان هناك شبهة جنائية في الواقعة من عدمه.